عليكم ومرحبا بكم في برنامج تذكر واطلب. برنامج تذكر واطلب يعود بكم إلى الزمن الجميل، زمن الفن والأصالة، من خلال تقديمنا مجموعة من الفقرات اللي انتوما أكيد طلبتوها وانتوما اللي خيرتوها، متواصلين معكم إلى غاية الرابعة والنصف مساء. بقوا معنا وما تروحوش بعيد، ونخليكم مع هدية البرنامج للفنانة الراحلة نورة أنغام الجزائر. يلا تفضلوا. Thank you.
تشوف بلاد الصحراء وبالك تنسى اللي فات مثل الغزلان وعيش الطمرة وزين البدويات. رجالها ملاح وثاني شكرا ما تمثلهم هيهات يعرفوا للجملة والقصرة وين قلت يقولوا مشات. رعيان تغني على الثمرة وخيار النيليات يشعلوا في قليبك جمرة ويربوا لك ليعات. يا ناس آمه حبي المفخر يا ناس آمه عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول الرحمن وبركته يا ناس آمنوا
تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلادي الجزائر، ربي يخليها لينا. استمعنا لأغنية أنغام الجزائر بصوت الفنانة الراحلة نورة، وهذه الأغنية هي للراحلة المغني الشاعر والملحن علي معاشي. نعود نرحب بكم مشاهدينا ونقول لكم أنتم يا الغاليين مرحبا بكم كاملين. أكو تشوفوا في برنامج تذكر واطلب تواصل معكم إلى غاية الرابعة والنصف. وصلنا إلى فقرة اللي نحبوها بزاف، أنا بدوري نحبها بزاف، هي استقبال الضيوف. معايا ممثل فكاهي واجتماعي اشتهر بأعمال عرفتوها وشفتوها من خلال فيلم عائلة كناس، عمارة الحاج الأخضر ومسلسل البدرة. أهلا ومرحبا وسهلا بفناننا القدير مراد شعبان. مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. لاباس بخير. مرحبا بك في برنامج تذكر واطلب. فرحانين بك. أنا تاني فرحانين. أنا فرحان بكم. وهذا شرف لي اللي عرفتوني عندكم هنايا في التلفزيون. مرحبا بك. وأنا هنا معكم. مراد، سعيدة باستضافتك في برنامج تذكر واطلب، بما أن الإطلالة تاعك جات من خلال هذا البرنامج، وش رأيك في برنامج تذكر واطلب؟ تذكروا كل الزمن الجميل، زمن الأبيض والأسود. دوك نزيدوا نذكروا مليح، تسمى ندخلوا في الموضوع بيان، وي حاجة مليحة واحد يذكروا تسمى كل ما ننساوش كما يقولوا لي زونسيان، يكون عندنا مستقبل مليح إن شاء الله. في برنامج تذكر واطلب واش تقول لنا بين ما واش شفت السينما والتمثيل بين البارح واليوم؟ نقعدوا دائما في هذا الاطار، في اطار الابيض والاسود قبل ما نروحوا اللي جاي. الابيض والاسود دونك كانت السينما، انا نشفع شويه الابيض والاسود، كانت السينما ماشي كيما نقولوا فتره التسعينات، فتره قولي فتره السبعينات الثمانينات التسعينات راهي غير هنا كيما كنت حاضر فيها الفتره هذه. انا الفيلم الاول ديالي كان في 85، وكنت مقبل بديت المسرح في 82 83 بديت المسرح، كنت صغير طفل شاب هكذا، كنت نتمرنوا نتعلموا نديروا المسرح، وين شاركنا ما في المسرح الوطني بفرقه هاويه. كانت سينما، احنا كانوا قاعات سينما، ما كانش عندنا اليوتيوب والانترنت، وكاين مام اللي كان في البيوت في المنازل ما عندهمش تلفاز باش يشوفوا. اكيد بكري التلفزيون يبدا على الزوج يخلص على 12. اكيد دونك احنا دوك رانا في عصر وين التلفزيون 24 ساعه على 24 ساعه، اليوتيوب الانترنت. كان الجمهور هو اللي يروح للسينما، يروح للقاعات السينمائيه. للاسف احنا في الجزائر احنا السينما في القاعات نقصوا، وكان نشوفوا في الخارج في اوروبا ولا سينمات مازال يمشيوا، مازال الناس تروح للسينما. ان شاء الله ان شاء الله، من كما يقولوا كي كانت نواري بلون، كما يقولوا ابيض واسود، كانت مليحه وكي ولات كما يقولوا بالالوان نقصت شويه، مي ان شاء الله ان شاء الله جايه الاعمال ان شاء الله. من خلال مشاركتك عرفناك في عمل نقدر نقول هو فتح لك الابواب في عالم السينما والتمثيل، هو مشاركتك في فيلم عائله كناس. تقدر تحكي لنا على هذه التجربه، وخاصه انك المشاركه تاعك كانت مع نخبه من الممثلين اللي نذكروا منه الفنان القدير عثمان عريوات اللي نحيوه بالمناسبه. نحييه ان شاء الله. وهذاك الفيلم اللي لاقى نجاح كبير لدى الجمهور الجزائري. عائلة كناس هي عائلة كما كاع العائلات الجزائرية، كيفاش عايشين بالبساطة تاعهم وتقاليدهم، الناس مازال شادين في تقاليدهم. الفيلم هذاك درناه في التسعينات مع تريباش اللي كان منهم عدة ممثلين، كاع ليوات، فريد فتح، فريد فتح بربر كان الله يرحمهم، كان اللي اخر اللي مات خلف الله الله يرحمه دوك، كان هشام، صباح شامي، كانوا عده ممثلين، وسعيد عمران، وكانوا بزاف. واحلى الايام. واحلى الايام. عائلة كناس كانت كعائلة، كانت صح تمثل العائلة الجزائرية، تمثل العائلة الجزائرية. وين كنا نشوفوك الشاب اللي تحكم في البيت، كنت داير حالة في ماشي نحكم، ما كنتش نحكم، كان الشيخ هو اللي يحكم، علي وقت اللي يحكم، وشنو
بحاجه تسمى كيفاش يلموا دراهم يشروا سياره يحلموا يكونوا عايشين بيان. وهذه هي الحياه السعيده، هذه هي الحياه لكل عائله الجزائر. اليوم العائله الجزائريه يتمنوا يعيشوا كما اوروبا، يتمنوا بلادهم تكون ورده ونواره، نكونوا مرتاحين. واش رايك مراد نروحوا نشوفوا ونذكروا المشاهد بلقطات من فيلم عائله كيناس ونعاودوا نوليو لكم. شحال شابة تشوفها يما قبل ما تفرحي سناها حتى تشوفها في النهار. راني سمعت لها طبطب قبيل. اوف باب هذاك بو دي شابمون جارنا من بعد واسق دي شابمون. ايه وانت علاش ما صونيتش؟ كلاكسون ما يمشيش. ربحتها سي هلا نسوق ناسي واسمع كلاكسون ما يتمشاش. بابا كاين حوايج صغار ومن بعد جارنا هو يشوفهم. واش من مركه الطوموبيل خويا حميد؟ المهم الطوموبيل تتمشى. انا راني حابه نروح نحوس ودرك خويا حميد تعش لينا نحوسوا شويه. نستناو غدوه. لا لا درك علاش غدوه؟ لي فار تال ما يمشيش. الفاروسي ما يتمشاش السي هذه مليحه بزاف السي. اي هيا حلي الباب حل. حبسي ما تحل من الداخل. هاني نشوف نحبس. تحل ثاني من الداخل. هذا السوق اسي. هيا يلا 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 دوري ركبوا 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 ما ديرولناش. لا 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 12 تاع الليل الناس تفرج فينا. ركب دخل. هيا ركب. هيا. واسي تعال. شوف اسي ما رد بالك يرحم والديك الفيوز ثبت روحك. تعود ثاني بعيد الشر تروح ما فيكاش منه. في راسنا. هلا ساي ساي ديما راجل يا اسي. هيا. يلا توكل على ربي. خسارة ما يقدرش يصوني خسارة خسارة. انا ننسى انا نقول لك الدم ما عندكش بيرمي ما تسوقش. انا لا لا والله انا نزور انا ادينا لهي انس ادينا انا نقول لك امشي انس علاش والله انا نزور علاش يما لو كان مشينا والله ما كان راح يشريها. حميد خلي اخوك يسوق شويه. هبلتي بلا البيرمي حبيتي باصينا. اسمع اسي ديجا الطوموبيل راهي كازيو دوك تكملوا عليها انتم. بوها عليا بوه يما سمعتي حاجه ديك الصوت وقيله الفولون. امشي امشي لهي هذي عين طرد قلت لينا. يا وخطي يا وخطي امشي انا نقول لك فتح حاره. اي امشي جدو واش بيك جدو واش بيك واش بيك ديرنا في البخس في الموني معنا سامعني شو الله غير كزرة طوموبيل نسى شوف نسى ندوخك انا نتقطب هاي هذاك واش سنا باش طلعوا هيا اطلع بابا. لا 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 ما تم ديماريش حتى تشوفوا واش اللي تكسرنا هذا. هيا اطلع برك. قلت لك حتى نشوفوا الفيريفيكاسيون تاع واش تكسر دوك. بابا ما تكسر والو هيا اطلع. هذا كوراج ولا خليني؟ قولي له قولي له واسمعتي. ما سمعت والو قلت هكذا برك باش نخوفهم ويحبسوا من الدواس. انت تخوفيني انت يا. هيا خلي الطفله ترونكي ليا. لو كان غير جرنا الميكانيسيان يجربيه النينه منها. يا خي جن يا خي شوف خوك شوف ظريف وسنديد ويقادر والديه. كي كنت نقرا انا وياك في مسجد واحد كنت نحشم نقول لهم بلي انا وياك فاميليا وحده. اخدش انت بوغوس انت في هذه عندك الحق يا وليدي. بصح ما يعرفش يسوق. شنو هذا الكلام هذا؟ يزيد واحد منكم يزيد يتكلم لي ولا ما ياخذش الراي نتاعي. خلاص وليت حركة وليت باشاقة وليت مجعلة خلاص. كانت هذه لقطات من فيلم عائلة كيناس من إخراج عمر تيباش. نعود نرحبوا بضيفنا اللي راهو منورنا هذه الأمسية الفن الممثل مراد شعبان. مرحبا بك من جديد. الله يسلمك. واش تشوف كما تشوف هذا الفيلم؟ أنا سؤالي لك
وشنو اللقطه اللي ما تروحش من بالك كل ما تشوف هذا الفيلم؟ والله غير كما قلت لك اللقطات كاع تاع الفيلم هذا يعبروا على معاناه تاع احنا نشوفهم كهزل هزلين ضحكهم. هي المعاناه تاع العائلات الجزائريه كيفاش يواجهوا المعيشه تاعهم. وكل لقطات تعبر عن روحها. اللقطه اللي كنا نشوفوها تاع السياره وين كنت انا حاب نسوق، دونك الشاب الجزائري طموح يحب يطلع يحب يكون كيما الامم اللي فاتونا ولا نلحقهم ان شاء الله. صافي مازال ما قلتلناش اللقطه اللي تحبها في هذا الفيلم. والله غير واش نقول لك، انا نشفع على هذا الاستديو هنا تورنينا في هذا الاستديو هذا. نعم. وين في رمضان في الليل دونك نفطروا في الدار ونجوا تورنيو. اللقطه جات ونقول لك زوج تاع صباحا كنا ناكلوا في لقطه في مائده مع الاب ومنا ناكلوا في الزيتون. ما نعرفش جابوا لي في رمضان. لا في رمضان في رمضان في السهره كي جابوا لي غازوز انا قرعه ميت بالزيتون هذا كي شربته. هذيك لقطه اللي هي ذكرى ذكرتها من خلال برنامج تذكر واطلب. الفنان مراد الحمد لله كان العمل تاعك في المجال الفكاهي والدرامي بنجاح. تقدر تحكي لنا هذا السر؟ مثلت في الفيلم الفكاهي نجحت، ومثلت في المسلسل الاجتماعي نجحت. تكلمنا على هذا السر. والله السر تاعهم ما كان حتى سر، هو عمل. وانا بديت بديت بالمسرح. بالمسرح كنا فرقه هاويه في حسن داي. ومن بعد انتقلنا الى المسرح الوطني وين كان يشجع الفرق الهاويه. كانت عنده سياسه ياخذ الفرق الهاويه وياخذهم كما يقولوا بريزون شارج، يعطيهم كل امكانيات تاع مسرح المحترف تاع مسرحي محترف. وقدمنا تما مسرحيه وكان مع عده ممثلين كبار كيما نذكر منهم عزيم الجوبي الله يرحمه، فلاق، زياني شريف عياد، بن قطاف الله يرحمه. كنا معهم في المسرح، هما اللي كانوا يكونونا وكانوا يعاونونا حتى درنا مسرحيه اللي سميناها دردبة على درب. وقدمناها المهرجان الهاوي تاع مستغانم في 84، وشاركنا في المشاركه الاولى تاع المسرح الوطني المحترف اللي جاز في 86. منها انطلقت للسينما في اول عمل اللي درته في 85 مع التلفزيون الجزائري ابناء الشمس. هذا السر تاعو هو العمل اللي لحقت وين لحقت ومازال ان شاء الله. ممثلنا القدير شعبان، انت شاركت مع الفنان اللي رحل الاسبوع الماضي اللي نترحمه من خلال برنامج تذكر وطلب، عبد الكريم بن خلف الله. بن خلف الله اللي شارك معنا في عائلة كي الناس. عائلة كي الناس اللي نترحمه. الله يرحمه ونطلبوا له ان شاء الله الرحمه من فقدنا ممثل كبير ل فتيحة بربر. الله يرحمها فتيحة بربر. وكان صباح شامي اللي راهي مريضه في المنزل، راهي شويه صافا خير من اللي كانت. صباح شامي هذه ان شاء الله نذكروهم وبالحصص. هذه الاعمال الراسخه. هذه الاعمال ان شاء الله اكيد يقادوا كما يقولوا في الاذهان. يقادوا في الاذهان ان شاء الله. اكيد مراد شعبان، انت يا بالمشاركه تاعك مع الفنان القدير عثمان عريوات، واش خرجت من بهذه التجربه؟ واش خرجت؟ عثمان عريوات ممثل كبير، انا كنت في هذاك الوقت في السن ديالي مع عثمان عليوات وفتيحه بربر. كي يكون واحد ممثل شاب ماذا به يجوز مع المقامات الكبار باش يتعلم، ياخذ من عندهم يتعلم من عندهم. ودوك كيما ناش نشوفوا عليوات ولا كان عده ممثلين ما راهمش يبانوا على الواجهه في الميدان، راح تنقص في بعض الافلام ولا بعض المسلسلات. أكيد. الخبره تاعهم هي اللي تخلي شباب ياخذ خبره ويكون منتوج مليح ان شاء الله. شكرا. وش رايك في مسلسل المصير؟ نروحوا نشوفوه مع بعض، نعاودوا نذكروا المشاهد الكريم. يلا you
كان انت انا نهضر معاك واش تفهمت مع المعلم واش يعطيك في الشهر وكيفاش تخدم بلا ما تفهم معاه يا اخي داندو يا اخي تايا يا واحد زويوش كي يهضر معاك عليلو جاوبو معاه البق ما يزغج بصح ما تخافش يجي نهارك واش تحب عندي هادو 20 يوم اللي راني هنا راني نشوف فيك تحب تفهم بزاف وتوقف تبدل سيرتك هادي وحكيم اللي راه يهضر معاك كان هذا مسلسل المصير اللي كان الدور تاعك فيه شعبان تكلمنا على الدور تاعك في هذا المسلسل مسلسل المصير لاقى نجاح كبير في تلك الاوينه المسلسل هذا تاع تاع المخرج جمال فزاز الله يرحمه اللي درناه في الثمانينات 87 كانوا عده ممثلين كبار وانا كنت شاب صغير في الانطلاق مازالك صغير انا مازال كان صغير والله كان عزين مجوبي كان سيد احمد داقومي كانت شفيه بودراع نوريه نوريه كانوا عدة فريدة صابونجي عدة ممثلين سيد احمد داقومي عمار معروف الله يرحمه أكيد. عمار معروف اللي كان موسى يلعب دونك كانوا عدة ممثلين ثاني كبار تما توقفي معاهم لازم واحد يرقد مليح في الليل نخبة كبيرة من الفنانين والممثلين ودرنا في كما يقولوا بريمير سيري ودوزيام سيري كان نجاح كان أول مسلسل درامي في التلفزيون الجزائري أنا كنت نمثل وتما كنت على بالي كي الجمهور الجزائري كي شاف المسلسل هذا راح يعجبه نو عجبو ومام طون كيما يقولوا دارين كريتيك لينا حنا في الشارع يقول لك درتوا لنا مسلسل كيما تاع مصر سيك كنا في هذوك السنوات تاع الثمانينات كل يوم على الساعه 7 مسلسل مصري دونك حنا كسرنا هذاك الحاجز هذاك باللي نقدروا نديروا مسلسلات ونقدروا نديروا افلام وراح يكون اكيد النجاح تاعو من خلال المخرج الكبير جمال فزاز اللي نترحموا عليه اكيد مراد انت بالدور تاعك تاع المصير لقيت روحك باللي انت راح تمثل وراح تزيد في مشوارك التمثيلي راح تزيد زعما بيان سور واحد اللي يكون مثلا ممثل تخرج يكون ممثل طمأنينه اللي يكون ممثل كما يقولوا يشارك في مسلسل ولا في فيلم ماذا به غير يخرج من الفيلم يدخل في فيلم عنده توجور طموحات وشنو لازم يكون الانتاج باش الممثل هذاك كما يقولوا كما يقولوا نخدموه ما خلوش يكون ممثل كما انا كانت عندي فرصه الابداع تموت فيه وانا كانت عندي فرصه اللي يقولوا بديت صغير وفي السنوات تاع الثمانينات كان الانتاج التلفزيون الجزائري وكانت مؤسسه السمع البصري هي لو ام بي ا كانوا ينتجوا دونك وتلاقيت مع الممثلين هذو الكبار بقيت مي لو كان ممثل يخدم وبعد يحبس عامين اربع سنين خمس سنين يعاود يولي كشاب يروح له الدور تاعو كشاب يبقى يستنى حتى يلعب كبير دونك وتقدر تقول لنا كيفاش حبيت التمثيل؟ حبيت التمثيل احنا كنا في كل كان السبب كان السبب اللي هو كنا في الحي في حسن داي وكنا نشاركوا في الحي كل واحد وش يدير واحد يدير رياضه واحد يدير بوكس واحد احنا درنا خيرنا المسرح باش نطرقوا لواحد المشاكل اللي كانوا يصراو في الحومه واحد طبايع بداو يروحوا هذاك الوقت ماشي كيما اليوم كاين الانترنت كاين التواصل الاجتماعي كاين الجرائد احنا بكري كاين غير التلفزيون كان زوج جرائد هو المجاهد والشعب راه وكان الحزب لفلان
حنا قلنا على ما لازم نحبوا نهضروا نحبوا نقولوا بلي هذه ماشي مليحه ولازم نكونوا هكذا باش نخدموا هاد بلادنا ولا الحي تاعنا ولا المشاكل الاجتماعيه تاعنا بلا ما تكون نقولوا مشاكل سياسيه باش نطرقوا المواضيع اللي تهم المجتمع والمجتمع لقينا غير المسرح اللي لازم نروحوا ليه ولازم نقدروا نعبروا على الخشب من خلاله ونخيروا المواضيع اللي تكون تليق بالمشكل اللي بلك شفناه ما يساعدناش كمجتمع ومن بعد بدات المسيره اكيد ورايحين نشوفوا مسلسل المشوار نعاودوا نذكروا المشاهد بلقطات من مسلسل المشوار يلا تفضلوا واش هذا وين لا هل باش لاقطي لي بس ما كاش وانت ديما لي بس اخر يوم فيها معها توصليني الموحل مع اخوك جيت نمشي ادخل امشي واش كاين تاني اليوم يا هضري تروليات ما تشوفيش فيا خلاص محمد خلاص حقا نسيت بلي كاين اللي يحكم في هاد الدار خلاص محمد امشي اسمعي بنتي مادام بابك حي كملي المشوار ديالك قراي ما تحبسيش ما تسمعيش لهاد الفرد هذايا فرد وما يصلح لوالو والله يا بابا غير البوس لي جوزي جوز معمر غير جيت نمشي على بالي بنتي على بالي كاين لونكومبرومون وسيارات كثر وكلش بلاد راهي مغمومه على بالي كان هذا مسلسل المشوار إخراج مسعود العايب وش إحساسك كما تشوف مسلسل المشوار؟ والله غير عاودتي رجعتيني اللور كما يقولوا صافي بليزير أكيد وهذا هو الهدف من برنامج تذكر وطلب صافي بليزير واحد يشوف روحه 20 سنة له مازالك نو هذا المشوار كما قلت لك مور المصير اللي كان كتاب تشجعوا باش يواصلوا في الكتابه وكانت منهم هذه فاطمه وزان اللي كتبت هذا السيناريو اللي خرجوا جمال فزاز وكانت الانطلاقه تاع المسلسلات اللي نلقاوهم في رمضان دونك نتلاقاوهم في رمضان ونشوفوا كل واحد كيفاش يكتب على المجتمع الشباب و هاكي شوفي قريب ضربتها على جال 20,000 دونك وانت في مسلسل مشوار احكي لنا على الدور تاعك اللي قمت به الدور تاعي هو كشاب في عائله توجور في العائله الجزائريه اللي كبر ويحب يفرض يحب بدا الصوت تاعو يتبدل يحب يبان في العائله ويحب يبين رجولته يبين الرجوله تاعو دونك كان مسلسل مليح وكان مسلسل من كانوا دو سيري المخرج سعود العايب اللي نحييه بالمناسبه كان دو سيري لا بروميير سيري اللي خدمت فيها انا والدوزيام سيري وكانت حاجه شابه في وقتها وكانت عندك مشاركه كبيره مع المخرج مسعود العايب في عده مسلسلات احكي لنا على هذيك المسلسلات مع مسعود العايب شاركت معه في المصير في المشوار وحنان امراه وكان عندنا درنا واحد سيت كوم مع الخضر بوخرس اللي كان هو المخرج تاع السلسله هذيك تاع رمضانيات اهم عمل انت تفتخر بالعمل ديالك سواء كان فيلم او مسلسل والله غير كل الاعمال اللي عملتهم كنت فكرهم نحبهم كي نشوفهم منهم هاد الافلام اللي درتهم اللي سيت كوم مع عمارة الحاج الاخضر مع الحاج الاخضر واول فيلم اللي شاركت فيه هو
أبناء الشمس مع مهند كانت فيها بدايتك. أنا كانت فيها بدايتك من خلال بدايتي الفيلم. أول فيلم ديالي ودرناه ب كما يقولوا أون فيلم سينما ساز واللي كانت ليا اللي شارك الفيلم هذا في مهرجان التلفزيونات العربية في تونس واللي ديت أول جائزة تاع دور رجالي هذاك اللي كانت الانطلاقة والعمل اللي تفتخر به وتحبه بزاف من خلال البدرة البدرة اللي درنا البدرة تاع مسلسل البدرة تاع لافاليز هذيك تاع الدرام أكيد وكان عندك دور مهم وأساسي في دور مهم معناتها ما علاش الأفلام هذول كنا نشوفهم كنت شاب صغير كي درت البدرة كما يقولوا الرجولة كملت قمصت الشخصية فوالا لاماتوريتي تاعي صغر كبرت كما يقولوا التجارب اللي درتهم كاع من الافلام حتى للبدره وين والتجربه تاعك بمشاركتك مع الفنان محمد عجيمي اللي نحييوه بالمناسبه في البدره عجيمي كانوا بزاف ممثلين ثاني كبار في البدره وكان عجبهم الناس الحاجه اللي خلت لك كفكره عامه على الممثل محمد عجيمي محمد عجيمي كان يلعب الدور تاعو لعبوا مليح وكان انا احنا ممثلين يساعدنا كي يجي واحد ممثل متقابل كيما الجوار يلعب يلوح لك بانون تلوح له دونك يكون ممثل ويقمص مليح الشخصيه تاعو ممثل تسهل المهمه ويكون مخرج اللي كما يقولوا يوجه كما يقولوا مع الاخر يتدخل في توجيهاته عندك مشاركات في المسرح المسرح قلت لك درت كي كنت هاوي ومن بعد كي دخلت السينما مع كنت عندي عامل اخر ما يقدرش نكون في المسرح وفي العمل والسينما السينما اكيد نعم ومشاريعك المشاريع ان شاء الله كي يحبس هذا الهول الحراك ان شاء الله تكون انطلاقه تاع السينما ان شاء الله تكون سياسه تاع سينما وتكون تاع ثقافه وين نقدروا نديروا افلام ما بقاوش نشوفوا غير هادو تاع القدم نتفكروهم لازم في العام نقدروا نديروا اربع مسلسلات نديروا افلام رانا روطار هذاك رانا روطار بزاف دونك ان شاء الله ان شاء الله نلحقوا تكلمنا على فيلم الجائزه الكبرى الجائزه الكبرى تاع تريبس توجور انا نشبهه تاع لكن الناس سيناريست بوسيبي الجائزه الكبرى هذه درناها توجور هنا في هذه المؤسسه تاع الامبيا اللي شارك في مهرجان في ايطاليا ودا جائزه دوك مع مختار عمي مختار الله يرحمه وكان قاسي تيزي وزو ثاني الله يرحمه شارك معنا وكان فيه مليح درناه توجور ماشي اون فيديو بالساز سينما اللي يخدم يلقى هذا هما الافلام اكيد انت نجحت نعم نجحت بالعمل لا ماشي هي اللي خدمي القاتمة لكن كي تكون ثقافة ويكون الإنتاج شاب يلقى وش يشوف يلقى وش يتبع كي ينقص الإنتاج من الممثلين ما تلقاهمش مليح احنا الشعب الممثل يحتاج للعمل العمل السينمائي والشعب في الشارع يقول لنا كاش جديد وحنا نصبروا نقولوا إن شاء الله إن شاء الله تكون عن قريب وإن شاء الله يقولوا كما يقولوا وزارة الثقافة تشوف انا ماذا بيا كان وزاره الثقافه تمشي في الشارع والشعب يسقسي الوزاره يقول لها واش اعمال ان شاء الله تكون انتاج احكينا مراد المخرجين اللي تعاملت معاهم بزاف وتحب تتعامل معاهم اكيد ولا تعاملت مع محمد فتيسان في اول هو اللي كما يقولوا هو اللي اكتشفني في السينما وعنده بزاف ما عملش ان شاء الله بالك ان جور ان شاء الله يعمل عمر تريباس اللي شاركت معه في عده اعمال اي لكن الناس الجائزه الكبرى بدره كان عماره الحاج الاخضر كان زموري الله يرحمه ومع الحاج الاخضر ثاني وجهنا شويه معه كان في السلسله تاع عماره الحاج الاخضر كانوا مخرجين اللي تتمنى تزيد تعاود ان شاء الله تتمنى وكاين مخرجين شباب ان شاء الله هم جايين اكيد اكيد تكون عندهم فرصه قالوا لي انا في الكواليس قبل ما تبدا تخدم في الكواليس غير تضحك تضحكهم كامل اللي معك المخرج يقول اكسيون
انت تبدا الجديه وهذا تبان في النجاح تاعك من خلال الادوار اللي تقوم بها. نو احنا على بالك كي نكونوا في البلاطو كيما نتوما في البلاطو ديفا كي تكون واحد عيان يولي يحوس باش ينحي هذاك العيا الستريس القلق فوالا الحاجه كيما يقولوا في استوديو مغلق ونولوا نحوسوا نضحكوا منا باش ننساو ونديروا هذاك شويه تاع القوه باش نعاودوا نديروا اكيد اكيد. وفي ذهنك انت الحاجه اللي مزحت بها وضحكت بها مع ممثلين ومازالها راسخه في ذهنك؟ حبينا نقرعجوا شويه مع الممثلين باش نضحكوا ونضحكوا المشاهد الكريم. والله غير واحد انا فيلم الاول تاعي اللي درته خدمنا هنا في تيلي ملي اخر لقطه ولبست تريكو تاع بحري هذاك مارا لبسته مشمخ وما كانش ترونسبور داوني في كار سينما لحقنا ساحه شو هذا حلوا الباب قالوا لي مارا الدور هيا راك كملت دونك احنا كنا في ايكيب كري سينما سي ليكيب تكنيك لي كوميديان كامل كعائله وحده ماشي كوميديان وحده ليه دونك نضحكوا نضحكوا اكيد وهذا اللي خلاك دائما في شبابك دائما راك تبان شاب في العشرينات دوكا في العشرينات العشرينات نعم نروح انا الانسان شيء جد مهم يكون الانسان يضحك لانه هذا الضحك هذا هو الضحك انسان يضحك يضحك باش ينسى يضحك لازم تضحكي ما نبقى هكذا انت تهضري دوك نضحكوا في الدنيا كي يجي الضحك وكي يجي البكا نبكوا هذه المسلسلات اللي تحبهم نبداو بالمسلسلات ومن بعد نروحوا للافلام مسلسلات جزائريه نذكروا المشاهد الكريم بالمسلسلات اللي تحبهم انت تاع الجزائريه اللي قمت بهم كاع نحبهم باش كاع يحبوهم نو نحب البدرة حاجة روعة المصير أنا كي شفتو دوك حاجة أنا كاين واحد الدراما اللي عملناها هي العقاب المجروح اللي كانت فيها سونيا الله يرحمها وكانت فيها فاطمة بالحاج شقرون راشيد فارس الله يرحمه والمخرج المايسترو توجور عمر تريباش أكيد هذيك دراما درناها حاجة روعة كانت كتابة السيناريو اسمح لي مراد حان وقت صلاة العصر حسب توقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. ما زلنا متواصلين معكم من برنامج تذكر وطلب، والفنان ديالنا مراد شعبان مازالوا حاضر معنا. نعاودوا نرحبوا بك، نرحبوا بكاع المشاهدين انتم يا الغاليين، مرحبا بكم كاملين اللي التحقوا بنا اللحظة. والله كما قلنا العقاب المجروح توجور مع عمر التريباس مايسترو. كملوا حديثنا مع الافلام اللي قمت بها، تكلمتنا على الفيلم والمسلسلات مع الفن مع المخرج عمر تريباش، تفضل. والله عمر تريباش اللي درنا معاه العقاب المجروح هذا اللي كانت فيها فاطمه بالحاج، سونيا، رشيد فارس الله يرحمه، سونيا ثاني الله يرحمها، شقرون. كانت اعمال منيحه. وراسي خافي ذهن المشاهد الكريم، المشاهد الجزائري اللي دائما تكون شاشه التلفزيون الجزائري هي اللي تجمع الاعمال القديره مثل اعمالكم من مسلسلات وافلام. ان شاء الله من المستقبل يكون التلفزيون يزيد ينشط ويعاود في عمل ضخم ان شاء الله، في مسلسل يليق بالخبره اللي اكتسبتها في المسار الفني، بالممثلين اللي كاينين ويليق بالشعب اللي أكيد. يحب يشوف انتاج واللي يحب يشوفك اكيد ان شاء الله. احنا رانا هنا. الكلمه الختاميه والله نشكركم على هذه الالتفاته، وتفكرنا افلام وعده ممثلين اللي كانوا معنا، وان شاء الله يكون مستقبل مليح ويكون انتاجات ان شاء الله. نشكرك الممثل القدير مراد شعبان على تلبية الدعوة، وإن شاء الله نتلاقاو في أعمال أخرى وفي أعداد مقبلة لما لا، ونهديو لك أغنية الحاج محمد العنقة، الحمام اللي ربيته مشى عليا. يلا
اللي ربيتو مشى عليا، وانتم مشاهدينا نقول لكم ما تمشيوش علينا وبقاو معنا الى غايه الرابعه والنصف، متواصلين معكم من خلال برنامج تذكر واطلب. نروحوا الى فقره الارشيف ونشوفوا الجزء الاخير لفيلم رحله شويتر. يلا مشاهده ممتعه وشيقه. غدوه ان شاء الله الصباح. حمار يديك يا خويا، ما تقدرش تعطيني الورقه تاع السكنه ساعه؟ كيفاش يا سي محمد؟ ولي ما نروح عندك. انا مانيش باطي، راني رايح هنا. واحنا بايتين هنا ولا كيفاش؟ لا معليش. عيش خويا، دير لاشين مع الناس كيما انت كيما الناس، ويدير لاشين. فين حمار ديك يا بابا؟ دير لاشين كيما انت كيما الاخرين يا حمار. يا خويا اعطيني الورقه تاع السكنه نروح ندير لاشين. اي دير لاشين كي توصل دارتك نعطيو لك الورقه هذه تحوس عليها. صح صح. صح هو قلق عليها. احمد. احمد. اش كاين؟ اي اي اصلا شويه. جيت. اوف جيت. اوف الشيخ عزيز. رجوك. اوف سي عاشور. بالقسم ما عطاني 35 يعني فيهم ما حبيتهم بحال ولا عربهم في يدي. ما نزيدو منك. شوف شوف سي عاشور. قلب القفالي وقلب وشوف. اسم الداخل نشوف مليح. مليح. جينا نخدموا ولا نبيعوا ونشريوا؟ اي ارجع لمكانك يا ابو علام. كلا بخدمتك وشوف لي قدامك. شوف اسمع العزيز اعطيه يا لويس اللي تقول لويس. اسمع الا تحب تبيع وتشري روح للسوق ماشي هنا. بيع ونحب واللي ما عجبوش الحال يدز معاهم. صح من بعد نتفاهموا عليه. مليح. حلوه. شوف شوف القسم عطاني 35000 والعربون فيه اللي ما حبيتش اللي كنت 25. سمعت ولا خير؟ ما تعرفش تلبس، عمرك في حياتك ما لبست مال، هذا هو اللويس. اللي في اللويس انت الفركي، شوف ذاك واش ضرب لك شي مال. رانا نخدموا، كي نروح للدار نعطيك الدار، عندك ما عنديش، كي نروح للدار نعطيك الدار. عشية؟ ايوا، اسمع، عندي واحد جيب تاع عرس وما واش نزيد، شوف ذاك القماش الزيت شوف. ها؟ نهار هو المرأة. جيب خاطيني. والله، عندي نوادر كان واحد اخرين، تاع الحطات، تاع العرس. صح صح نوادر. اه وي، صح. الله يبارك. ان شاء الله ما تنساش. اسمع لي خويا، هاني لحقت، اعطيني الورقه نتاع تاع السكنه صح؟ اعطيني بطاقه التعريف والكارت تاع تريسيت. واش هي هذه بطاقه التعريف؟ كارت ديدانتيتي كيما هذا. اي كيما هذه، انا ما عنديش كيما هذه. يروح صنع واحده وروح. وين نروح نصنعها؟ وين نروح نصنعها؟ روح شوف هذا اللي قدامي. وين هذا؟ قول حيا هذاك. صح. صاحبك راه بعثني ليك. نعم. باش تعطيني الورقه هذيك. واش من الورقه؟ هذيك واش يقولوا هذيك كارت دانتيتي ولا شنو هذيك؟ كارت دانتيتي؟ اعطينا الكوارت. شنو ما نعطيها؟ اي لازم الكوارت باش تخدم كارت دانتيتي يا بابا. كيفاش؟ لازم النكوة تاعك وتاع باباك ثلاث تصاور والتمر والشهادة تاع السكنة. شهادة تاع السكنة؟ نعم. هي هذيك اللي نحوس عليها انا. ايه هذيك لازم تجيب النكوة تاعك وتاع باباك. وتصور وتمر وشهاده تاع السكنه باش تخدم البطاقه تاع التعريف. يا سبحان الله، انا صاحبك هو اللي بعثني ليه، قال لي روح يعطيه لك. يا محمد هكذا اللي لازم باش تخدم البطاقه، واذا ما قبلتش هكذا قول له يجي هو يخدمها لك. صح صح صح. اسمح لي صح. اش اش محمد عاود ارسل لي ليك. قال لي انت اللي تعطيني الورقه. اي والله اليوم نقعد نخدم غير معاك انت. فهمتك قبيل وزدت عاود فهمتك. قلت لك باللي باش نعطي لك الورقه هذه اللي تحوس عليها لازم بطاقه التعريف. يعني النكوه. يا لا محمد رسول الله. عليه وسلم انا رسول الله فاهم فيك ما حبيتش تفهم. تفهموا مع بعضكم بعد سيدي سبحان الله وبحمده. شوف انا شوف انا والله مش راح. سمعت؟ راه راك باش تتحاسبكم انا واش عندي فيك انا سمعت ولا؟ والله انا هذا اللي نقولها لك سبحان الله وبحمده. تفهموا يا سيدي. اعملوا الورقه وهو يعطيها لك وانت عاود تعطيها له. سمعت؟ هو عاود يعطيها لك وعاود تعطيها له وزيد تعطيها له وعاود تعطيها له وعاود تعطيها له واعطوها لي انا. سمعت؟ انا مانيش خليني نعطيك الورقه انتم تعطوني الورقه. سبحان الله وبحمده. يلا. استنى استنى حل معاك يا محمد. كلدا. نعم. اش ما بيها والو، هاي متكية برك. عفوا. واش ربيحة؟ غير الخير. غير الخير، عيطت شوية راني متكة. واش كاين؟ واش كاين واش كاين؟ رابح صبت له خدمة على جال، ما صبها والو على جال كوارت، ما عنده حتى كارت. واش تحب أنا نخدم له كوارتو؟ ما قلتش خدمي كوارتو بصح واش نعيش ولا طول عمره هنا انا وياكل ويشرب. ما تبدانا شاه.
انا ديجا قسمنا معاهم البيت راهم يطيبوا وحدهم يرقدوا وحدهم حتى التلفزيون دخلناه ما خليناهمش يتفرجوا وتزيد تهضر واش راه نزيد نعطيو التلفزيون انايا واش راه نشوف النجوم في دابور شوفي راح نحطو في البيضه كيف قلت راجل تحطو مع الدراري بيع البيض هبلت ولا واش بك بيع البيض يزم يدبر راسو يجيب خبزتو في دابور تقول روح نقول له روح قول له ولا روح كنزه اعطيني قندوره والعراقيه الحمد لله عليكم. مرحبا بوش عاد مرحبا بوش راك لاباس طيب لك قهوة لا لا كثر خيرك هاي صح واش انت لاباس ما شكرش يا سي بوش عاد الماء لا لا خلي حالتي اللي يمشي على رجليه ما شكرش والله الناس الكل تمشي على رجليها اش نقول لك قول لي واش تجي لولادك واش ما بديتش الخدمة يا حي رحت ليه رحت ليه وطلب لك وقت ياسر طلب لك وقت ياسر ورحت لأمري باش نخرجهم واحد يبعث لي الهي والاخر يبعث لي الهي والاخر يبعث لي الهي من اللي تريد والله ايش كاتبه وخلاص ما ايش كاتبه قل لي شوف عندي واحد الحرف واحد اخرى ها بصح هذه كاتبه ايوه هذه كاتبه وش هي شوف نسبق لك شويه دراهم اي صح تطلع سوق الفلاح صح سوق الفلاح اسمع بيه صح شوف تشري ولا الجد 200 حبه ولا 300 ولا أيه. ها هم يبيعهم 9 دور صح ها تبيعهم في المارشي 100 فرق ها وتقاسموا اي تدي 5 دور ليك و 6 دور ليا ها صح 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 ايوا فهمت صح صح ومن بعد الطوماطيش بطاطا طوماطيش ايوا ووقت البنان دور البنان ومن بعد ولا حب نقول نجحت وخدمت مليح اي ندورو للسيمان ندورو للبريك واش تحب هذا العرض والله اللي شوفه والله اللي شوفه يعطيك الصحه والله بليش ما يجي ما سي نسمى تاجر نسمى نخدم تاجر تاجر كما نقولوا دور امبيلون واحد 20 يا بنتي 21 هوني والله اللي مليحه شوف بيض 21 21 ايه ولا مزيودين في لاكلينيك او معلوم مزيود في التريشيتي واش تعزميتي وطوماطيش شحال طوماطيش 2000 فرنك 2000 فرنك ايه هو تاع فرنسا واش تعزمين طوماطيش تاع فرنسا هذه سرقه عيناني وشو حنا نسرقوا حنا هذه التجاره هذه تجلو ثاني نسرقوا ولا واش لا كلها ولا ها ولا ما تباعتش انا نقولها هاو هذه طوماطيش تاع المعكرون هذه يا ودي حنا وشين نربحوا معاكم حي عليك كيف جاني غالي غالي انا على بالي بس خايله خفيفه زينين والله انا سكرناك يا شيخ هربت وطحت فين ها هيا وليا يا صاحبي اللي تاجر حرام ولا مش 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 هذه تاجر الناس ها ولا دوك نسرق خيره عرفت درت عرفت نديوك تاجر بالجبن امشي مش مش عرفت عرفت الباقي يا سامحينا صح هيا عاونوا انت عرفت الباقي هيا امشي امشي ان شاء الله واش تحب اسمعي عطاك ديريكتور نتاعي شكون ديريكتور
ديالك هذا تاني؟ هذاك اللي وصل له ولادو المسيد. ايه واش بيه؟ هذا رايح يحوس على واحد جارديني فهمتي، وهضرتو على سي رابح. ايه معليش. ها؟ بصح اختك وبنتها يخدموا تماك. يديروا الميناجر. هذا النهار ديالو واش حاب يسوق الافيون. فهم لي روح قول له، بصح اسمع ما تقولوش على اختي وبنتها يديروا الميناجر، حما والديك تعرفوا هو راجل خشين و اهلا اهلا سي مشعل، واش راك؟ لا باس الحمد لله. غير خير ولا؟ غير خير. تفضل. السي بوسعد واش راك؟ لا باس بخير. لا باس الحمد لله. بخير. لا باس الحمد لله. نجيب لك قهيوة؟ لا لا كثر خيرك. جيبي كيما صباح الله. جيبي جيبي عايشة. نوضي جيبي القهوة بنتي، راهي طايبة بابا. مساو على خير. سلامة بنتي. سلامة. هاي واش بوسعد؟ قول لي سي رابح اسمع، راني صبت لك خدمة متقشها. ياه. يقول كيما يقولوا لنا الزمان خاتم في الصبر. وخدمة رقبتك. كيما؟ شو قلت لي؟ خدمة رقبتي. ايوا. ياك ما فيهاش البيض الطماطيش. ايوا طلع على ولاد الجزائر. قلت لك عندي واحد حبيبي ديريكتور. فهمت؟ أيوة. وعنده قلت فيلا. وعنده التراب جنينة كبيرة. يقول وغارس فيها كل ورد. فهمت؟ وهضرت له قلت له بلي عندي نسيبي ها وحب يقول يعرف كل ورد تاع العالم الاسري. هذه ما غلطتش فيها، هذه ما غلطتش فيها الحق. لكن واش نقول لك شويه انا ودرت الخدمه تاع الورد هذه والله ودرتها. ويعطيك سكنه. فهمت؟ انا مات. يقسم معايا الفيلا ولا؟ لا لا واش ما يقسمش معاك الفيلا، يقول يعطيك دويره. تقول فيها حب كيما يقولوا الكوار بلونشي لوجي. صح صح. يعني على زوج بيوت. زوج بيوت ولا ديجت. صح صح. اي شو نقول لك؟ صح. وما تنساش غدوه اول 8 يستنى فينا. رحم والديك ما تحشمنيش. صح. صح صح صح. شو نقول لك يا سي بوسعد؟ ما عرف مانيش عارف كيفاش تكثر خيرك الحق. والله. واكي والو. والله. عامين صاحبي وانت رافدنا سمعت ناكلوا ونشربوا ونزيدوا ساكنين. ها والله. كي والو. حق. اخيرا. سمعتي يا سي بوسعد واش قالنا؟ قال لك قالنا خدمه. كير خاتم في اسبوعي وقلنا حتى السكنه. ايه دوك تولي تقعدي بالدار تاعك خلاص. حاصل انا نخليكم ها صح غدوه الصباح ان شاء الله. صح ها خيرا ما تنساش توجدي لي القش اليوم في الليله اختار انا نوصلكم بالطوموبيل ها غدوه عندكم اليوم. صح صح صبحوا على خير. بسلامه بسلامه بسلامه. يا وفاقو او جوزها لي انا. يا حسره يا حسره عليك وراك. سمعتيها خيرا شتيها انت واش قالها ها حب اي عفطنا سمع ليهاش ربي كبير. تفضلوا تفضلوا اروحوا. السلامة السلامة. لا بس انا يجيب لك جارديني. هذا هو الجارديني يهم له. نعم يقول يتقدم هنا. مرحبا هذا هو الجارديني. اي نعم هذا هو اسمه سي رابح. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. راك بخير بخير لاباس لاباس الحمد لله ولا باس. لا مرحبا بك. الله يسلمك يبارك فيك خي. انت هو الجارديني. انا مي انا هو هو انا سيدي. مرحبا مرحبا ايوا هاك تشوف
هاي باش واش هذه هنايا تقدم هاي يكون معدي هما لا بساعه تديهم لهذاك البويتا عيالو بالقش كامل ومن بعد قول السي ربح يجي يشوفني فاهم معاه الخدمه هذه نعم صح صح نعم اي مالا سي رابح نكل عليك نكل عليا وعلى ربي ان شاء الله كل مهني ديال النوار هذا راك تشوفه نعم نعم استحفظني عليهم صح 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 تستحفظني على النوار انا استحفظ بيك صح عجل النوار حياتي صح 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 كونوا متفاهمين هذا الشيء نعم كون مهني كون مهني قلت لك النوار هي خدمتي انا خدمتي وليه ما نعمل لك البطاطا وفول لا 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 بطاطا لا فول لا جلبانه على جلنا البطاطا والفول والجلبانه يجيبوها لي بالكاميو حتى للباب هذا النوار هذا ما نطلب منك صح كون مهني كون مهني كون النوار صح صح ويجي نهار ثاني وين نغيب ولا وين نسافر ولا لا يجي واحد يصوني ولا يجي واحد يليفري كاش حاجه انت استقبله انا من جهتي قلت لك كون مهني صح راهي دارك راهي داري غير كون مهني يلا يا بنتي نوضي قهوه رايحه تفيد صحه اني نايضه اكتو انا قايمه بالحاله ربي يعاونك يرحم والديك يعطيك الصحه ربي يعاونك ربح واش راك لاباس وانت راك قايم بها مالا نعم راك قايم بها ياك تحب النوار انت انظر اسيدي شوف واش راك يعطيك الصحه بس تبارك الله فيك انت تحب النوار واش ميزت يعطيك الصحه ولكن عندي حاجه نقولها لك مساله الزريعه واش بها الزريعه اللي جبتها لي هذه شهرين هذه هي هيلة هيلة والله لا هيلة والزرع اللي جبتها الخطرة هذه مشكوش معناش والله نص سمعت كتب يلا أما لا نجيب لك من هذاك تاع شهرين هذاك اللي جبناه الأولانية أيه ماذا بيك؟ هيا يبقى على خير هيا بالسلامة تربح أي سيربريز بور توا وقلبي
حسن أيما أنا. صح 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 جيت أنت في عيد خاطرك خيرة وعايشة برك هذا ما كان. سمحي لي يا أخي سمحي لي سمحي لي موت يا أخي سمحوا لي سمحوا لي عرف كيما هذه مخليها كيلها الحشيش لدرك يا اخي يا اخي يا اخي او هل نذكر سقم حلو اني عارف لي فرح بيا وسقم حلو نحفرها نخدمها مليح نعمل له زوج حواض هنا تاع بطاطا هنا زوج حواض تاع فلفل ثلاثه طماطيش ومن هنا نعمل له شويه خيار اني عارف يا الله بسم الله والله غالية فرح بيا بسم الله يا رب شكون؟ واش درت؟ واش درت يا خويا؟ واش درت؟ ما نزيد نشوفك جامي هنايا، جامي يا خويا اسمح لي، اسمح لي. يلزمك ترضو في الحين كيما كان. صح. شنو؟ مانيش خمم يدار لي ما راكش مليح اليوم كان والو رشيد اسمع حسب شوفه جاب لي ربي وقيل راك معول تروح تدور ليها انا نروح دور راك مهبول الله راه محبس هو اسمع قصر مع الوالده راني هنا ايش وليدي عرفتك عرفتك بلي ترجع عرفتك وليدي وقلت البوس عاد دايما نقول له نقول له غير عيش اللي يرجع ما كانش هاي هاي اختك وامك لهي عم يستناو فيك باش نروحوا للدوار هاي نرجعوا للدوار وليدي يلا قلت الساعه صعب ويا ندور ما نوليش الدوار ليه لا ما نوليش الدوار ايه ولفت المدينه احنا قدر الموش لينا هذا احنا رجينا من الارض نرجعوا الارض تاعنا ياك هكذا هاي هيا راهي امك اختك سنة يلا هيا يلا هيا هيا ما نوليش الدوار ما نوليش الدوار هيا هيا ما ترجعش ما نوليش الدوار يا روحوا روحوا للدوار يا عيشة يا عيشة ما نوليش الدوار نعلب ليش ولي نعلب نوليش الدوار نعلب ليش عيشة يا عيشة تبقى على خير يا عيشة تبقى على خير يا عيشة تبقى على خير يا عيشة العلب ليش
بويا انا نقول سعد القادر عنده الحق. مشي نعب الشيطان غدوه ونوضو بكري ونولو لخدمتنا مشي خير خير خير. واش مش غادي في طريقه؟ هذه هي الطريقه. ما راكش تشوف جبل يابس راسو؟ انا راني دايخ ولا واش؟ ودور وراه راسي. لا دور فصاوة هيا. والله راك تشوف. هو هذا البنيان هذا. هي الطريقه انا ما غلطتش انا. راك تشوف دور هاي. سوا. من هنا انا راني دايخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حبسني هنا اخوك حبسني هنا وشو هذا هرب شو قريه ايه هرب شو بنات هذا الحكومه ودور وراه دوار وبقيش دوار هدمت وربنات القريه ايه وداري وراه انا وداري وراه دارك راح مع الدوار صار هكذا ما عنديش حق معكم هنا ولا وش الحكومه جردت غير الناس اللي كانت هنا وحنا كان هذا الجزء الأخير من فيلم رحلة شويتر للمخرج الحاج رحيم بطولة حسن الحسني محمود عزيز وقاسي القسنطيني. وبهذا وصلنا إلى نهاية عمر هذا المباشر. لطلباتكم شكركم على المتابعة، لطلباتكم أراءكم حتى انتقاداتكم ما تنساوش تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج تذكر واطلب أو العنوان العادي اللي نعرفوه مديرية إنتاج البرامج برنامج تذكر واطلب 3 شارع الاستقلال الجزائر العاصمة. تقبلوا مني تحياتي وتحيات الفريق اللي خدمكم اليوم مساعد الإخراج كريم بايت، المخرجة رادية أيت مزيان. نقول لكم مشاهدينا على الخير، خليناكم وبقوا على خير. الملتقى غدا إن شاء الله. نختموا بهذا المثل: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة فالغرور